السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابنا الأعزاء، طلاب متوسطة إكنان الأهلية البنين، طلاب الصف الأول المتوسط مادة العلوم. وصلنا إلى موضوع نشأة علم الوراثة. ما المقصود بعلم الوراثة؟ هو أحد فروع علم الأحياء، يهتم بدراسة انتقال الصفات الوراثية من الآباء إلى الأبناء. إذن علم الوراثة من العلوم اللي تهتم بدراسة انتقال الصفات الوراثية، من الأبحاث اللي قدموها العلماء وأسسوا علم الوراثة. وأيضا يضم علم الوراثة العديد من الفروع، مثل علم الوراثة الجزيئية، وعلم الوراثة الأحياء المجهرية، وعلم وراثة السكان، وغيرها من الفروع اللي يضمها علم الوراثة. العالم مندل درس واتخذ في دراسته في علم الوراثة بالنباتات، اختص بدراسة نبات البازلاء. ليش؟ لإجراء تجاربه، لعدة أسباب. إذن أنا من الأسئلة المهمة اللي أطرحها عليكم هو سؤال: لماذا اختار العالم مندل في تجاربه نبات البازلاء؟ أولا الأسباب هي ثلاث أسباب: واحد، قصر دورة حياة هذا النبات. ثانيا، إمكانية زراعته في ظروف بيئة متنوعة. ثالثا، احتوائه على العديد من الصفات التي يمكن ملاحظتها. إذن هذه الأسباب اللي خلت العالم مندل في دراسة التجارب على نبات البازلاء. يمكن أيضا تتبع العالم الصفات الوراثية بالنبات بتمثيلها رياضيا وقياسيا، نسبة ظهورها بين الأجيال من خلال معادلات رياضية. يمكن تعريف الصفات الوراثية: الصفات الوراثية إنها الصفات التي تنتقل من الآباء إلى الأبناء ومن جيل إلى آخر. اختار مندل 7 صفات محددة في نبات البازلاء. ما هي هذه الصفات؟ هي أولا شكل البذرة إذا كانت ملساء أو مجعدة، لون البذرة إذا كانت صفراء أو خضراء. طبعا كليتكم شايفين نبات البازلاء والبذرة مالتها. شكل القرنة، مسطحة أم متعرجة، لون القرنة صفراء أم خضراء، لون الأزهار بيضاء أم حمراء، موقع الأزهار إذا كانت طرفية أم بطية، طول الساق قصير أم طويل. هذه اللي هي 7 صفات محددة في نبات البازلاء. الخطوات اللي اتبعها العالم مندل في تجربته الإخصاب بين النبات: أولا إزالة حبوب اللقاح الخلايا الذكرية من زهرة ذات اللون الأحمر ونقلها إلى مدقة الأعضاء الأنثوية للزهرة ذات اللون الأبيض. إذا نقل صفات، هو نفس النبات بس الألوان مال الأزهار تختلف. نقل حبوب اللقاح من أسدية الزهرة بيضاء اللون إلى الزهرة ذات اللون الأحمر، وهذا ما يعرف بالإخصاب المتقاطع. إذا أقدر أعرف ما هو الإخصاب المتقاطع؟ هو نقل حبوب اللقاح من أسدية الزهرة البيضاء إلى أسدية الزهرة الحمراء، أي اتحاد الخلايا التكاثرية الذكرية والأنثوية. إذن صار اتحاد الخلايا التكاثرية الذكرية والأنثوية، سميناه الإخصاب المتقاطع، لتباين منفصلين يعودان لنفس النوع، نفس نوع النبات بس التباين هو الاختلاف في الألوان للنبات. تنمو المدقة الملقحة الناتجة من الخطوتين، هاي الخطوة الأولى والثانية اللي صار بيها استقطاع ونقل من نبات إلى آخر، راح يتنمو المدقة الملقحة أعلاه لتكوين قرنة تحتوي على البذور الناضجة. راح يصير عندي نبات جديد من نفس النوع. تزرع البذور اللي نتجت من هذه في التربة إلى أن تكون نباتات جديدة اسمها الجيل الأول. ثم أعاد مندل نفس الخطوات على هذه النباتات ودرس التغيرات التي تطرأ عليها وأسماها الجيل الثاني، حيث كان يظهر في كل مرة صفة لأحد الأبوين في أحد النباتات وتختفي في نبات آخر. سادسا، استنتج النقطة هذه مهم. ما هو الاستنتاج؟ استنتج مندل أن هناك عوامل داخلية أسماها فراغ العوامل الوراثية تكون مسؤولة عن ظهور الصفات المختلفة، وهي ما تعرف اليوم بالجينات، والتي تم اكتشافها بعد تجارب مندل بمدة طويلة. إذن
من أسألك ما هو استنتاج مندل في تجاربه؟ استنتج أن هناك عوامل داخلية اسمها العوامل الوراثية تكون مسؤولة عن ظهور الصفات المختلفة، وهي ما تعرف اليوم بالجينات، والتي تم اكتشافها بعد تجارب مندل بمدة طويلة. إذن هذا درسنا اللي هو علم الوراثة وتجارب مندل اللي أخذها على نبات البازلاء.